أعزائي المشاهدين، حياكم الرب يسوع المسيح في الجزء الثاني من برنامجكم المفضل المجلة السعودية، معكم الدكتور خالد الشمري. في سرد أحداث قصة المسيح في إنجيل لوقا الإصحاح الرابع الآيات من 1-4، يوضح يسوع في بداية حياته العلنية للناس ثلاث مبادئ أساسية في حياته، وبوضوح أكثر يقول لنا الإنجيل كيف رفض السيد المسيح ثلاث مبادئ عرضها الشيطان عليه، وأعلن بدلا عنها مبادئه التي يدعونا علشان نعيشها حنا بعد. لقد انتظر يسوع حتى سن 30 كي يبدأ خدمته العلنية، وقبل أن يبدأها قاده الروح إلى الصحراء، والتجربة الأولى التي حدثت في الصحراء كانت دعوة المسيح ليعتنق اللذة مبدأ لحياته. هذا بعد أن أقام يسوع في البرية مدة 40 يوم ولم يأكل حاجة، فلما خلصت هذه المدة حس بالجوع. تقول الآية 3، وقال له إبليس إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا. لكن يسوع جاوب أن هناك في الحياة أهم من الخبز المادي بكثير. فالمسيح هنا يقر لنا مبدأ في غاية الأهمية لما يقول أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، وهو أن الإنسان ما يعيش في سبيل اللذة والمتع. التجربة الثانية عندما صعد به إبليس إلى مكان مرتفع وراه جميع ممالك الأرض وعرض عليه السلطان على كل تلك الممالك وشعوبها، وقال للمسيح فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع. طبعا المسيح تبارك اسمه رفض هذا الكلام وقال للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. فالمسيح لا يعمل في سبيل اللذة ولا طمعا بالملك. أما التجربة الثالثة، أخذ الشيطان المسيح إلى بلكونة الهيكل وطلب منه أن يرمي نفسه من هناك، لأنه مكتوب يوصي ملائكته بك يحفظوك. الشيطان يحاول لكن المسيح ثابت، وهو الوحيد اللي بدون خطية. لم ينجح معه الشيطان أبدا، كان قصد المجرب من قوله اطرح نفسك إلى الأسفل أن يغوي الرب يسوع على أن يمتحن صدق كلمة الله علشان يشوف إذا ربنا صادق ولا لا. والشيطان أخذ هذا الكلام من شهادة جميلة في الكتاب في شأن محافظة الله على المتكل عليه بالمزمور 91 الآية 11-12، قال العدو إن كنت ابن الله اطرح نفسك إلى أسفل وبذلك تتأكد أن الله معك. ولكن يسوع كان متأكد أن الله معه وأن أقواله صادقة بدون أن يجرب ذلك بطرح نفسه إلى أسفل، فجاوب وقال مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. أعزائي المشاهدين، المسيح تبارك اسمه يبغى يعلن لنا من خلال هذه التجربة مبادئ هامة، ويدعونا ألا ننخدع ويكون هدف حياتنا السعي وراء اللذة أو السلطة، ونثق بصدق الله وحقيقة أنه معنا. المسيح تبارك اسمه زي ما هو مكتوب عنه أن الشيطان دايما يفشل قدامه، والمسيح هو اللي دعس على رأس الحية اللي ترمز لإبليس. فشل الشيطان في إغواء المسيح، لذا نجد أن المسيح تبارك اسمه هو الشخص الوحيد اللي بدون خطية وبدون دنس، لكن هو اللي يبرر الخطاة وينظفهم من ذنوبهم، هو اللي يغفر ويطهر القلب. علشان كده عزيزي المشاهد أدعوك اليوم علشان تجي له وتطلب مساعدته ومحبته علشان يطهر قلبك ويعلمك مبادئ الحياة الحقيقية. حنا ما تخلقنا في هذا العالم علشان نسعى وراء اللذات أو السلطة أو الجاه والمال، لكن لكل منا رسالة في هذه الحياة. شاركوني بهذه الصلاة المباركة. يا رب يا يسوع أيها الإله الواحد، أشكرك يا رب
على أنه فعلا أنت مريت بهذه التجارب كلها وانتصرت، وعطيتني القدوة الحسنة أنه أسلك نفس السلوك اللي أنت سلكته يا سيد العظيم. أضع كل المشاهدين يا رب اللي يسمعون هذه الحلقة الآن، كل من يسمعها يا رب من أهلي وأصحابي وإخواني وإخوتي وجميع المواطنين يا رب السعوديين اللي عم يشاهدوا هذه الحلقة، وغير السعوديين والمسلمين والمسيحيين أيضا، أنه تزورهم يا رب بروحك القدوس وتعلمهم أنه يسلكوا مثل ما سلكت، لأنه أنت اللي أعطيتنا القدوة الحسنة كيف نسلك بهذه الحياة. في المسيح يسوع، آمين. رنموا بفرح لله قوتنا، اهتفوا عاليا لإله يعقوب، انشدوا نشيد وانقروا على الدف واعزفوا على العود المطرب وعلى الرباب، انفخوا بلبوك في اول الشهر فالوقت المعين اليوم عيدنا، لان هذا فريضة مرسومة على اسرائيل وحكما يوجبه إله يعقوب، خلاه شهادة له بين قوم يوسف يوم ضرب مصر، حيث سمعنا لغة ما كنا نعرفها تقول أزحت كتفه من تحت الأحمال الثقيلة، وسلمت يديه من حمل السلال، دعوتني في الضيق فنجيتك، استجبت لك من مكمن الرعد، جربتك عند مياه مريبة، اسمع يا شعبي فأحذرك، يا إسرائيل هل سمعت لي؟ لا يكون فيك عبادة لإله غريب ولا تسجد لإله أجنبي، أنا الرب إلهك اللي أنقذك من أرض مصر، افتح فمك واسع فأملاه خير، غير شعبي ما سمع لي وإسرائيل ما رضى فيني، علشان كذا أسلمهم إلى عناد قلوبهم، علشان كذا خليتهم إلى عناد قلوبهم وسلكوا بحسب مشورات نفوسهم، لو سمعوا لي شعبي وسلك إسرائيل في طرقي لكنت أخضعت أعدائهم لهم، لكنت أخضعت أعدائهم بسرعة وحولت يدي على خصومهم، ولكان مبغضي يتملقوني ولطالت حقبة عقابهم للبد، ولكنت أطعمت شعبي أفخر الحنطة وأشبعهم عسل من الصخرة. أحبائي المشاهدين، المدينة اللي حنصلي لها اليوم تعتبر من أهم المدن السعودية على الإطلاق، مدينة مشهورة بالكرم والجود والعراقة والذوق العالي، مدينة استطاعت في فترة بسيطة أن تكون من أجمل مدن الوطن العربي، حيث تطور العمران وجمال المنتزهات وأشهر المولات. مدينتنا اليوم هي مدينة الرياض، عاصمة بلدي المملكة العربية السعودية. تعتبر مدينة الرياض أو حجر اليمامة كما كانت تعرف قديما، والواقعة في قلب المملكة العربية السعودية، من أكبر المدن السعودية مساحة، حيث تبلغ مساحتها حوالي 1435 كيلومتر مربع، ويسكنها حوالي 5.25 مليون نسمة، كما يشتهر أهلها بالكرم، الجود، النخوة والشهامة. نعم، هي الرياض أرض الفروسية،
أرض الوطن، أرض المستقبل. يا أبانا السماوي، يا أيها الإله الواحد، الإله العظيم، أشكرك يا رب على الرياض وأهلها الطيبين. أحط الرياض وأهلها يا رب أمانة بين يدك، فيض 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 عليهم يا رب بركاتك، واحميهم ومتعهم بنعمة الأمن والأمان. هدول أهلي وأخواني وأصحابي وربعي وجماعتي يا رب، أهل الرياض كلهم، احفظهم يا رب وقدسهم، وقدسهم لأنك أنت قدوس يا رب، وباركهم ببركات السماء، وتفيض الأرض بخيرها على أهل الرياض والرياض وحولها. أحط الرياض أمانة بين يدك هي وأهلها، وشكرا يا رب أنك سمعت واستجبت، بالمسيح يسوع، آمين. أعزائي المشاهدين، والآن جاء وقت الترنيمة. اسمع الشاعر إيش يقول هذه الترنيمة اللي مكتوبة بروح الله القدوس. أتعلق به ينجيني، أنا ساكن في ستر العلي، ظل القدير مبيت لي، ولا أي شر يلاقيني. أتعلق به ينجيني، ما خاف من خطر الليل ولا سهما في السبيل، تحت جناحه يخبيني، أتعلق به ينجيني. ربي ملجأي الحصين، متكلي في كل حين، حقه ترس يحميني، أتعلق به ينجيني. ينجيني من فخ الصياد ومن كل مرض لو زاد، ما يخلي ضربة تجيني، أتعلق به ينجيني. عرفت اسمه يرفعني، يستجيب لي يسمعني، خلاصه تشوفه عيني، أتعلق به ينجيني. ساكن ستر العلي، ظل القدير مبيت لي، ساكن ستر العلي، ظل القدير مبيت لي، ولا أي شر يلاقيني. أتعلق به نجيني، أتعلق به نجيني. من خطر الليل ولا سهم بس بيل، ما خاف من خطر الليل ولا سهم بس بيل، تحت جناحي خبيني، أتعلق بنجيني، أتعلق بنجيني. ربي ملجأ الحصين، متكلي في كل حين، ربي ملجأ الحصين، متكلي في كل حين، حقه ترسي يحميني، أتعلق به نجيني، أتعلق به نجيني. أتعلق به نجيني، أتعلق.
نجي من فخ الصياد ومن كل مرض ساد، ينجي من فخ الصياد ومن كل مرض ساد، إلي يخلي ضربة جي أتعلق بيه نجيني، أتعلق بيه نجيني. عرفت اسمه يرفعني يستجيب لي يسمعني، عرفت اسمه يرفعني يستجيب لي يسمعني، وخلاص تشوفه عيني أتعلق بيه نجيني، أتعلق بيه نجيني، أتعلق بيه نجيني، أتعلق بيه نجيني، أتعلق بيه القديم. أعزائي المشاهدين، وبعد ما سمعنا هذه الترنيمة اللي لا توصف، أنا سميها لا توصف، هذه الترنيمة التي ما توصف، نبغى نجتمع مع بعض ونصلي. يا رب كم أنت عظيم يا رب، اللي خليتنا نتعلق فيك، نتعلق بك يا رب بالمحبة يا رب، مش بالخوف ولا بالتهديد، ولكن بالمحبة. أنت جذبتنا لك، وأشكرك يا رب على هذه المحبة العظيمة، وأشكرك يا رب على كل نفس سمعت هذه الترنيمة، لأنها الآن تخلص بنعمة المحبة اللي طالع من عندك يا رب. بالمسيح يسوع الناصر له كل المجد، آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. أحب أن أعرفكم بنفسي أولا، فاسمي عماد العبدي وأنا سعودي الجنسية، واحد من ضمن آلاف السعوديين المسيحيين، حيث قبلت المسيح سنة 2000 وتعمدت في الخليج العربي سنة 2002 واعتقلت وسجنت بسبب إيماني سنة 2004. كما سيكون لي فيلم وثائقي أحكي فيه عن قصة إيماني ورحلتي مع المسيح. والآن أقدم لكم فقرة هي وجه الحياة ضمن المجلة السعودية. أحبتي، إن للباطل أوجه وللحقيقة وجه واحد، وإن للباطل طرق عدة وللحق طريق واحد، فانظر أيهما تريد أن تسلك، وإلى أين تريد أن تصل، وما هي وجهتك. كما أن معرفة الحق أمانة، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، وللناس علينا قول الحق لا التلاعب فيه. وأن الحرب بين الحق والباطل ما زالت مشتعلة، لكل واحد منهم جيوشه وأنصاره، فانظر أي الفريقين تريد. أما أنا فاخترت أن أقف مع الحق وأسانده، لا لنصرته فقط، بل أن يصل الحق لمن حرموا منه. كما أقول وأعترف بما رأيت وسمعت وفهمت بكل صدق وشفافية، فلن أسكت عن حق عشته ولا عن باطل عرفته. ومن هنا قبلت أن أشترك في هذا البرنامج بفقرة أتحدث فيها عن حقيقة الإيمان المسيحي كما يعيشه أهله بكل صدق وأمانة، كما سنتعرف على تعاليم ووصايا وشخص السيد المسيح الخالدة. فأنا على يقين بأن لكل سعودي وسعودية الحق في التعرف على شخص الرب يسوع المسيح، فيكون لهم القرار في أن يقبلوه أو يرفضوه، كما وسيكون لنا وقفات حقوقية نتعرف فيها على حقوقنا كسعوديين، ما لنا وما علينا. ولقد حذرت من الظهور إعلامياً حفاظاً على حياتي، لكن أحبتي
أن أموت شهيدا في طريق الحق أحب إلي من الموت طريح الفراش، فالتاريخ لا يخلد الجبناء. كما أود أن أشكر قناة الحياة التي أعطت لي هذه الفرصة للقاء بكم، لأنني أشعر إن رؤية القناة في نشر الخبر السار عن المسيح والفداء يتوافق مع رؤيتي بأن أوصل رسالتي إليكم عن حرية العقيدة والإيمان. إن الهدف أحبتي من هذه الفقرة ليس عداوة أحد ولا الهجوم على أي كان، ولكني أملك لكم خبرا سارا مفرحا وأريد أن أشارككم فيه، فلا ينبغي أن أعرفه وأمسكه عن أحبتي. فسيكون هناك حلقات أوضح فيها بعض المفاهيم الخاطئة عن المسيحية، كما سأحاول أن أشرح بعض المعتقدات التي لا يعرفها العامة عنها، وكذلك سنتكلم عن شخصية المسيح وتلاميذه والعبادات المسيحية وما الحكمة منها وكيف تكون وما يميزها. كما أود أن أوضح شيئا مهما، هو بخلاف ما يشاع عن المسيحية بأنها تحارب باقي الأديان، فهذا كلام غير صحيح أبدا. فالمسيحية دين المحبة والسلام، وليست بالشعارات فقط، ولكن اقرأوا الإنجيل لتتأكدوا. وفي السياسة سنتكلم عن وضع الدولة المزري في حقوق الإنسان والحريات، فقد أرهق مجتمعنا وزادت أوجاعنا وتفرقنا ونحن أبناء وطن واحد. لم تعد لنا أرض تجمعنا ولا سماء تضمنا، وكل هذا يا إخوتي بفعل فاعل. رجائي منكم أن تفهموني قبل أن تكرهوني، وتسمعوا مني كلامي، ولكم أن تقبلوه، ولكم أيضا أن ترفضوه. لقد كره الناس الدين لما رأوا منه من ظلم ودمار، بل وكره الله ظنا أنه هو من آمر بذلك. ولكن يا إخوتي، ليس الله كما تظنون أو يظنون، وليس الدين كما يعتقدون أو تعتقدون. لقد سلمنا أنفسنا وعقولنا لرجال الدين ثقة واحتراما، ولكنهم خدعونا وظلمونا وجعلونا أعداء لبعضنا. إن الدين يسر، وإن الله محبة، محبة بغير حدود. ما عاد الله ذاك الإله البعيد عنا جدا في سابع سماوات، بل لعله أقرب لنا مما نتوقع أو نعتقد. يا إخوتي، إن لنا حقوق قد سلبت، وخيرات قد نهبت، وصوت قد خنق، وتخلف عن العالم بفعل فاعل. لقد وقعنا في أسر رجال الدولة والدين، هذا يبيعنا لذاك، والشعب ضاق به ذرعا. ففي بلد يعد هو الأغنى من بين دول العالم، ما زال شبح الفقر فيه يهاجم أهله وبكل شراسة، وما زالت أرواح بناتنا تزهق في طرق وعرة بحثا عن لقمة العيش، وما زالت البطالة أكثر الموجودين عملا وحرفة، ناهيك عن الفساد وعدم الشفافية والواسطات، الصحة في العناية المركزة، والتعليم راسب، والتخطيط فاشل، والتجارة شطارة، والداخلية تخصص فقراء ومساكين، وآبار البترول ومناجمها فتصب في سوريا والعراق واليمن وبلاد العمام. أما الطاقة ففي المشاريب، والتعليم العالي واطي جدا، والاتصالات مقطوعة لعدم السداد، والإعلام مفضوح، والفساد مستور، والزراعة في بعثة للسودان. أما ميزان العدل فمسروق أيضا، والمالية في حاجة إلى مال، والبلديات على عينك يا تاجر، والباقي فحدث ولا حرج. ولله المجد الدائم، آمين. أعزائي المشاهدين، والآن حان وقت الاختبارات.
خلينا نقرأ هذا الاختبار اللي وصلنا من الأخت هنادي. تقول: أنا اسمي هنادي أخ خالد، بستغرب بأفكار الناس إذا على الأرض بدنا نعمل تأمين على سيارة على بيت والأخرى، كيف على حياتنا السماوية لا نسعى لضمانها؟ الحياة مع الرب يسوع فيها راحة وسلام ومحبة، وبدونه لا يوجد سلام، وهذا ما كنت أشعر به قبل الإيمان. هنيئا لكل من وجد الرب، رغم أن هجوم إبليس علي دمرني وزاد أضعاف، بس بعدني صامدة. صلي لي الرب بيسمع منك لأنك مميز عنده. آمين يا أخت هنادي. أبغاك تعرفي أيضا أنه أنت مميزة عند الرب يسوع المسيح تبارك اسمه، بيسمع لك لما تصلي له، فإحنا هنصلي لك بالتأكيد. وأشجع بقية الإخوة أنه بعتولنا اختباراتكم عن المسيح، إيش عمل بحياتكم، عشان كمان نتشارك معكم ونصلي لكم. نعم وسلام. أعزائي المشاهدين، أتمنى أن تكونوا استمتعتوا زي ما أنا استمتعت، وإذا أنت استمتعت زي ما أنا استمتعت أخبر أصحابك الآن عن هذا البرنامج المجلة السعودية. وإذا عندك سؤال أو استفسار، حنا حنكون سعيدين جدا أن نجاوب عليه. تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي اللي حتشوفه على الشاشة الآن. أراكم مرة أخرى في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء. معكم الدكتور خالد الشمري.